حنا متضررين ديال بساتين بوسكوره، واحد المشروع اللي كاين في ديال بزيوي ايمو اللي كاين في بوسكوره. حنا واخدين، انا واخده من 2017، دابا 5 سنين مشينا خدينا سكن على اساس غنتسلموا 6 شهور. من بعد ديك 6 شهور مشينا باش نتسلموا السكن ديالنا، كيقولنا لا راه مازال ما كملش، عافاكم صبروا معنا شويه وهذا، سيروا واحد 6 شهور اخرى. مشينا 6 شهور اخرى، شويه كيبان لنا الناس ولاو كيديروا وقفات، الناس عندهم مشاكل. ملي سمعنا حنا المشاكل مشينا عند الناس قلنا لهم الله يجازيكم بخير، يا اما عطينا السكن ديالنا اولا ردوا لنا فلوسنا. من تما ما بقاش الحوار نهائيا، كنا كنمشيو عندهم كيستقبلونا، نهار الاول استقبلونا بالحلوه واتاي ومرحبا وزيد القدام والناس متدينين وهذا، ثقنا فيهم، درنا الثقه الكامله، عطيناهم داك الشيء مغمضين عينينا، عطيناهم فلوسنا. من بعد انا دافع 20 مليون، انا كنقول لك اقل واحد دافع هنا هو 10 مليون، كاين 20، كاين 50، كاين الناس اللي واخدين ثلاث بارطمات، كاين واحد السيده اللي دافعه 60 مليون، 60 مليون، كاين اللي واخد بارطمان وماكازا، كل واحد. بقينا هكاك ملي مشينا كنقول لهم غير جلسوا معنا غير لطاوله الحوار، والو ما كاينش نهائيا، ولاو كيستقبلونا بالبلطجيه والكلاب حشاك واقفين هذا ما تدخلش. ملي كتمشي عندها هي كتقول لك حكا عندها لي رونديفو، فينا هي الحاجه الناس مسؤولين على المشروع، بغينا نهضروا معاهم، كيستقبلونا غير كوميرسيال. كنقول لهم حنا بغينا الناس القرار باش يعطيونا شي حل، والو كيقول لك ها هي عندها موعد هنايا، ها هي عندها اجتماع هنايا، والو نهائيا. من بعد صافي تسد داك باب الحوار، كنمشيو للمكتب ديال تومسون كنلقاو دايرين به الكلاب هكا ودايرين فيه هذيك الخطوط الحمراء بحال عندهم شي جريمه بحال هكاك، مدوزين عليهم ما كاينش ما تدخلش، ولا دخلتي كتلقاي البلطجيه كيوقفوا لك، عرفتي لي فيدور اللي عندهم قداش، راه ما نقولش لك غير داك البلطجيه ديال البوسكوره هما اللي كيتلقاهم. صافي بقينا كنديروا احتجاجات، كنجيو نوقفوا احتجاجات تلميه، هاد الناس زعما الناس كلهم، هاد الناس كلهم اطر زعما مهندسين دكاتره اساتذه، يعني كلهم ناس واعيين ومتثقفين، يعني كيديروا وقفه احتجاجيه تلميه كيطالبوا غير بالحقوق ديالهم. كنتفاجئوا في المره الاخرى اللي كيولاو كيجروا عندنا بالحجر، تصوري الحجره قد ما مايلها فيها نص كيلو على الاقل، شي نص كيلو كيلوحوا عندنا بالحجر. وهذه هذا الحدث راه كانوا الناس ديال الشعب، كانت وحده منكم صحفيه راني حتى هي ترجمت بالحجر، وحتى هي مشات للدرك الملكي قدمت الشكوى ضدهم، هادشي قدام الصحافه وما حشموش، يعني باش تعرفي راه عندك تقدري ترجعي لسميتو تشوفي هذه الواقعه راه مسجله باللايف. المهم من بعد الوقفات ديالنا مشينا درنا شكايات، الحمد لله لقينا النيابه العامه واقفه في هذا في صفنا، درنا الشكايات يعني تقريبا وصلت شي 120 شكايه، الحمد لله تحرك الملف، جابوه ملي درنا الشكايات عيطوا ليه، جابوه ذاك الاسبوع على اساس انهم يدخلوه في حراسه النظريه 48 ساعه، اذا بينا كنتفاجئوا انهم سدوه غير 24 ساعه وطلقوه. جينا عاوتاني هنا كنحتجوا، جينا وقفنا قدام المحكمه باش نقول لها الناس راه حنا واقفين على حقنا. كنتفاجئوا بالسيد خرج، ملي شافنا النائب ديال الوكيل الملك خرج عندنا قال لنا شوفوا هاد السيد رجا حط ضمانات، هو وصحاب المشروع غير سيروا كونوا هانيين، راه الا ما صفاش معاكم كاملين هاد الناس راه لو 24 رجعوا هنايا راه غادي تلقاو الحل. وفعلا حنا جينا اليوم وحنا الحمد لله خرجوا الاخوان بوادر الخير بشارة الخير، حنا عندنا ثقه تامه في القضاء المغربي الحمد لله، والله ينصر سيدنا. وحنا كنتسناو المحامون ديالنا يخرجوا يقول لنا اشنو كاين هذا الشيء اللي كاين اختي، وكنتمناو هذا الدوسي يتحبس هنايا، بركه علينا، كفانا من استهزاء، كفانا باستهزاء بالمواطن المغربي، راه حنا كلينا الدق، راه هذا المشروع راه الناس عانوا منه بزاف، يعني الناس كاينين اللي طلقوا، كاينين اللي ماتوا، كاينين ما نقولش لك
انا اصلا انا شخصيا انا وصلت معاهم المسائل واحد القروض اللي خياليه باش غادي نشري كمل داري وندخل نسكن في المحل ديالي، وليت انا واخده قروض اخرى على ديك 20 مليون. راه ربي اللي يعلم بيا، يعني واحد المعاناه نفسيه لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. ولينا كنعيشوا بالدواء، ولينا ستريسي لدرجه ان كنا ساكتين، كنا مهدين ولينا مستريسين غير مع وليداتنا. هاد المشروع يعني ركب فينا ما نقولش لك الامراض اللي ما تصورش لك على البال. وحنا عندنا ثقه الحمد لله. خرجوا الاخوان قالنا راه المحامون المهم راه جلس على هذا، المحامي ديالو قال لك راه غادي توافق مع المحامون ديالنا، وكنتمناو خير. وحنا عندنا ثقه في القضاء المغربي ديالنا النزيه، وكنتمناو الخير والله ينصر سيدنا. هادشي راه كيفرح، لان كانوا راه من 2017 وكاين ناس من 2016 وكاينين ناس من 2014 وهما مساكن كان ماشي لهم رزقهم، والناس كانوا كارين. الى عطاهم رزقهم راه غادي يمشيو يشريو وغادي حتى هما يستافدوا، وراه قهرهم الكرا ومصاريف والله يحسن العون. والناس راه كتعاني على بزاف د الحوايج. دابا الحمد لله راه القضاء كان يد من حديد وعاش الملك، وراه هاد الناس ديال كنشكروهم بزاف ديال الولايه والعمالة الحي محمدي عين السبع، لان راه كاينين هاد عين السبع والحي محمدي راه فيه الشرفه، وهاد الناس راه خدموا معانا الله يطول لنا عمرهم. وركن حنا دابا كلشي الاخوان ناشطين، كلشي فرحان، تا واحد ما مقلق. داكشي اللي كان مقلقهم راه كانوا مكبدين داكشي في قلوبهم، دابا ملي جاهم حقهم تا عندهم بيديهم. الحمد لله العداله الله يطول لنا عمرهم والله يحفظهم لينا والله يحفظ سيدنا والله يحفظه والله يشافيه لينا والله يطول لنا عمره والله ينصر مولاي الحسن والاتباع العلويه كامله الله يطول لنا عمرهم. وشكرا للاخوان. التزام عندنا مع المحامين ديالنا. الكلمه ديال المتضررين اليوم واقفين من بعد الكلمه ديال الاساتذه المحامون، من بعد هيئه الدفاع. الكلمه ديالكم كمتضررين واقفين. الصحافه من هذا المنبر، من هذا المنبر كنشكروا الصحافه اللي كتجيب الوقائع صحيحه، وكنشكروا العداله. وحنا دايرين الثقه جميع الضحايا ديال المشروع بساتين بوسكوره، دايرين الثقه التامه والثقه العمياء في القضاء ديال البلاد ديالنا. ومن هذا المنبر كذلك كنشكروا الصحافه اللي كتتابع معنا هاد المشكل وهاد الملف منذ 2016 اللي باقي ما تلقاش ليه الحل ديالو. ولله الحمد اليوم بدينا كنسمعوا اخبار ساره، ونخلي من بعد المحامين ديالنا هما اللي غادي يعطوكم التفاصيل. شكرا. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.